مرحبا بكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في في هذا البث المباشر من برنامج مع زهير. دائما كل نهار تنهضروا على موضوع تناقشوا موضوع. كنشكر المتتبعين ديالنا اللي دائما كيتفاعلوا معنا من خلال المشاركة ديالكم بكثرة، وكنشكروا جميع الأصدقاء والمحبين ديالنا اللي كيتابعوني عبر الصفحة ديالي الشخصية أو عبر قناة شو تي في في هذا البث المباشر. على بركة الله غادي نبداو هذه الحلقة هذه. كنعتذر أننا تأخرنا عليكم شوية في مباشرة مع زهير. اليوم اللي غادي نناقشوا الواقع ديال جمعيات المجتمع المدني. بدينا الاخرين لان كنا في واحد الحادثه ديال السير كان لظروف العمل. بالنسبه للواقع ديال الجمعيات المجتمع المدني اللي كنشوفوا انه ولا غياب الدعم الكامل لهاد الجمعيات هادو. هنا التساؤل، ما هو السبب اللي كيخلي هاد الجمعيات ما بقوش كياخذوا الدعم؟ والدعم كيتعطى غير لبعض الجمعيات اللي محسوبة على رؤوس الأصابع. مثلا كتلقى جمعية فيها أحد أعضاء المجلس الجماعي أو المسؤولين عن الدعم ديال هاد الجمعيات هادو. هذا واقع تنعيشو، لأن كذلك هاد التجربة عشتها كذلك أنا كفاعل جمعوي وكرئيس لعدة جمعيات اللي في الحقيقة كنا كندعمو غير من جيوبنا. كاين هناك بعض الجمعيات اللي كانت كدير أنشطة في المستوى الكبير وأنشطة كبيرة كبيرة، لكن للأسف صبحات في خبر كان ما كتلقاش الدعم من الأنشطة. كاينة أنشطة كاينة كثيرة، لكن للأسف شكون اللي مدعم شوف تي في؟ خويا شوف تي في مدعمها هي الخدمة ديالها والعمل ديالها والمصداقية ديالها والمتتبعين ديالها والخدمة اللي كتقدم للمجتمع المدني وكذلك لجميع القطاعات. تحية لكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في. كما هضرنا على الموضوع هو الدعم ديال الجمعيات. الدعم ديال الجمعيات اللي كنشوف كما قلنا ان العديد من الجمعيات ما كتحصلش على الدعم، ما عندهاش الدعم الكافي. ناخذ مثلا سيدي بنور، مدينه سيدي بنور كان نموذج من هاد من خلال التجربه ديالنا. مدينه سيدي بنور اللي ما بقاتش اللي ما كياخذوش الدعم، الجمعيات ما تياخذوش الدعم، ما بقاش يدعموهم. كيداروا ملتقيات كبار، مهرجانات، ما كيلقوش الدعم. احنا كتجربه عشناها وكان كرئيس سابق لاحد الجمعيات واللي كندير رئيس ديال مهرجان سيدي بنور، كنعتذر على الدبيبينات اللي ما عرفناش ملي كيخرجوا لينا. كرئيس الجمعيه وكندير مهرجان وطني للشعر والزجال، وكانوا كيحضروا فيه دول كالجزائر كتونس فلسطين العراق. لولا تدخل السيد عامل صاحب جعلق سيدي بنور انذاك السيد دريس والسيد الكاتب العام وكان السيد الباشا اللي كان السي شفيق، لكننا كنا عرضه للمحاكمه بكل صراحه. غادي نقولها عفوا اعتذر، كنا نكون عرضه للمحاكمه دوليه لان كانت فيها الجزائر وتونس انهم جاوا المغرب وجاوا وما غير لقاو حتى شي حاجه. للاسف تم انقاذ هذا المهرجان في اخر لحظه ديال من طرف السيد العامل اللي تدخل. غياب المجلس الجماعي لمدينه سيدي بنور في الدعم، كتقول دابا الدعم، كيقول لك الدعم ما كنعطوش الدعم، بغيتي دير شراكه جيبنا مشروع وغادي نشوفوه، ولا كان ولا كانت الجمعيه المشروع يستاهل غادي نديروا معاك شراكه وكذا، فيها 5 سنين وكذا وكذا، واش جا ترى وشوف شحال تاع الدعم، واش يعطيوها لك ولا ما يعطيوهاش لك. للاسف انا كنشوف غياب تام
للدعم ديال الجمعيات، خصوصا كاين بعض الجمعيات اللي كيديروا انشطه كبيره، انشطه ممتازه، ما كيلقاوش 0 درهم. على سبيل المثال، مثلا مهرجان، كان مهرجان الدولي ديال الحلقه اللي كان كيدار هنا في سيدي بن نور، اللي كيديروا كان كيديروا الفنان الكوميدي محمد البوساتي، اللي كيدير المهرجان الوطني للحلقه والفنون الشعبيه بسيدي بن نور. هذا المهرجان اللي كيحمل التراث المغربي لفن الحلقه والفنون الشعبيه، تم التقبير ديالو، ماشي التقبير ديالو باقي كيديروا، ولكن هاد السنه هادي راه ما دارش لان كاين كوفيد، ما بقاش كياخذ ديك الصبغه ديالو اللي كانت يعني، ولا كيديروا غير الستارتر يعني، غير كيدفع الكروسه وكي كيدير هاد المهرجان. مهرجان بالعمان اللي كان، مهرجان بالعمان اللي كان كوفي تبوريده وكان كوفي الخيل، ما وحيدو كم مهرجان السينما اللي كان كيديرو الاخ المسهل، حيدوه. عدة ملتقيات، عدة حوايج كانت كدار، ما بقاتش كدار للاسف، ما عرفناش علاش. كيعطيو لبعض الجمعيات وبعض الجمعيات لا. كذلك تنشكر على هذه، تنشكر على عامل سيدي بن نور، لان المهرجان ديال الوالدين اللي موقفش عليه هذا العام هذاك وذاك العام، لان حتى كانت جمعيه ديال الاعمال الاجتماعيه ديال العمل اللي كانت كتمول مهرجان ديال الوالدين، مهرجان الوالديه حتى هو يعني كيبان لي انه راه غادي يحي حتى هو. مهرجان المايا اللي كان توعد الصيت وطني وبالتراث ديالو وما بقاش، ما عرفناش هنا شنو السبب اللي خلى هاد الناس انهم يبعدوا من الدعم ديال العمل الجمعوي. يعني كنشوف انا كذلك منظمه الكشاف المعاصر اللي تيا دارت عده ملتقيات وعده غياب الدعم ديال المجلس البلدي، اللي كانت داروا الملتقى الافريقي الاول، دارت المنتدى الوطني، دار بزاف ديال الانشطه، منظمه الكشاف المغربي حتى هي كذلك اللي دارت كدير مهرجان ديال الطيف ومهرجان ديال المديح والسماء حتى هي في غياب الدعم. ما عرفناش من المسؤول على هذا القطاع، هذا القطاع الثقافي والتربوي بمدينه سيدي بن نور. وكذا حنا تنهضروا على المغرب كامل، ما كنهضروش على سيدي بن نور، حنا كناخذوا مثلا مدينه سيدي بن نور كنموذج. جات واحد المذكره وزاريه انك يقول لك بعض الجمعيات هذه بادره اللي دارتها الداخليه، وكرفوني مقبعه من هذا المنبر هذا، ولكن للاسف مازال كنعيشوا في واحد الوضع اخر، يقول لك في حاله تنافي اي عضو مثلا في الجامعه ما عندوش حق يدخل الجمعيه. اييه هذه كانوا اعضاء المجلس البلدي دايرين جمعيات وتياكلوا فيها طرف ديال الخبز يعني، باك صاحبي دوز هذا. دابا من حيدوه ولا كيدخل ولد عمو، يدخل خوه، او يدخل مراته، يدخل اخته، يدخل شي، كيديروا جمعيات بيناتهم باش تدوز الحصيصه. هادشي تعرفوه الجميع. لهذا كنطالبوا حنايا من المسؤولين انهم يتصدوا لهاد الظاهره هذه، وما يبقاوش هاد الخروقات هادو، لان خطير انه كتشوف بعض الجمعيات ما كتستافدش من الدعم والو. خويا دابا حنا تناقشوا الموضوع ديال الدعم ديال الجمعيات، انت كتبغي تعرف شكون اللي مدعم شوف تيفي، بغيت تعرف شكون مدعم شوف تيفي، خويا دخل بحث مزيان وتعرف شكون اللي مدعمها. حنا ما عندناش معلومات نعرفوا شكون اللي مدعم شوف تيفي. باش تعرف شكون اللي مدعم شوف تيفي، شوف الجرائد الاخرى الوطنيه الاخرى اللي خدامه هي وعندها دعم، لان راه كاين دعم ديال الوزاره ديال المهنيين. لان باش نوضح لك يا اخي، ان قطاع الصحافه وقطاع الاعلام انهم عندهم الصحفيين المهنيين اللي عندهم بطائق ديال الوزاره وكدعمهم الدوله. نرجعوا للموضوع ديالنا. حنان مقني، مرحبا بك معنا.
كما قلنا الاخوه الله يجازيكم بخير، خلينا في واحد النقاش اللي غاديين به حنايا في هذا البرنامج هذا اللي تناقشوا فيه الدعم ديال الجمعيات. ما كنهضرش على الدعم ديال الجرائد او الدعم ديال الصحافه. ان شاء الله الا بغيتوا يا اخي اننا نديروا برنامج، ان شاء الله نديروا برنامج على الدعم ديال الصحافه، مرحبا ونناقش معك بكل 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 فرح وبكل سرور. كما قلت لكم الاخوان دائما في هذا المباشر هذا اللي تناقشوا موضوع دعم الجمعيات المجتمع المدني من طرف المجالس الجماعيه وكذلك من طرف العماله من طرف المجالس الاقليميه اللي كنشوفوا كما قلنا غياب تام تام. على راسي مثلا كما كنشوفوا انا كاين واحد الخصاص مثلا جمعيه الامل للقصور الكلوي ديال الدياليز، يعني هذه اللي كنتمنى ان يعطاها دعم نيت، لان الناس اللي كيعانيو في الدياليز راه ماشي هما الجمعيات الاخرين. ولكن للاسف كنشوفوا ان الجمعيات اللي محتاجه الدعم ما كتدعمش بما فيه الكفايه. يعني مثلا جمعيه القصور الكلوي كيدعمها المجلس الاقليمي بواحد المبلغ، كذلك جمعيه منتجي الشمندر كتدعمهم حتى كذلك بواحد المبلغ مارتي 160 مليون او 200 مليون في العام. كوزيمار يعني خاص الجمعيات ديال لي سونتر ديال الدياليز، مراكز تصفيه الدم، لانهم تيحتاجوا مصاريف لهذا تنطالبوا من الجميع انهم يدعموا هاد الجمعيات هادو. كنعتذر واحد الدبانه دارت لنا الطياره دابا، ما خصنا شي فلي توكس تغداو لنا ونتيريو فيها. كنعتذر ما تضحكوش عليا، لان الحمد لله لان غير باش كنتواصلوا معكم هيئنا هاد المكان هذا باش نعطيو غير واحد الجماليه وتالمتتبعين ديالنا انهم يشوفوا ان البرنامج انه تابع قناه شوف تي في بهاد الخلفيه هذه. كنشكركم على المتابعه ديالكم، وكنشكر الناس اللي تيتفاعلوا معنا واللي تيعطيو اسئله في المستوى وتعطيو قيمه للنقاش، ماشي بحال شي واحد اللي تيعطيو واحد انتقاد اللي خارج على الموضوع. انت كتهضر مثلا على موضوع ديال الثقافه، هو تيهضر لك على 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 السرقه، على الفساد، على هذا كذا كله. باش نوضح لك يا اخي الكريم واختي الكريمه، ان قناه شو تي في راه ماشي كلها راه عيب ولا كلها مزيانه. حنا تنختاروا المواضيع، وحتى المواضيع اللي تدير قناه شو تي في اللي حنا غادي غنسموها مثلا فضيحه ولا كذا، راه عتقات بزاف ديال الناس. انا نعطيكم مثلا شام واحد انتقد ان بخصوص الفيديو اللي داروا قدرت قناه شوف تي في اللي قائدات مع هيام الراقصه هيام، هاي الحمد لله بالفضل ديال الخروج الاعلامي ديالها مع قناه شوف تي في ولات بخير. هاي عاد ولات عندها مكانه ديالها، دارت قناه ديالها في اليوتيوب، راه ولات تبناها الفنان المقتدر عادل الميلودي. يعني حنا ما غاديش نبقاو حنايا غير نقولوا لا راه قناه شوف تي في راه قناه ما مزياناش او لا كذا ولا كذا. نعتذر، غير نرجع للاناره وانا معكم اخواني. خليكم معنا المتابعين ديالنا. انا اعتذر غير ان البروجيكتور طفى لينا باش تقادنا الصوره مزيانه. كما قلنا لكم هيا بخير كما تبناها الفنان عادل الميلودي. هيا بالنسبه للفضائح، بالنسبه غير طرف يا اخي، ان مثلا كتقول انت فضيحه ولا كذا، راه هذاك الشخص هو اللي كيتصل بينا وعنده المشكل ديالو كيحكيه، وبزاف ديال المشاكل تحلت وبزاف ديال المساعدات. قد ما نشوفوش حنا غير السلبيات، نشوفو الايجابيات.
انا ماشي كندافع على ماشي كندافع على حتى انا معاهم، ولكن كنقول اللي كاين. المهم نكملوا الموضوع ديالنا الاخوان الله يخليكم، خلينا في الموضوع ديالنا ديال الجمعيات. دائما قناه شو تي في كترحب بكم في هذا البث المباشر عبر قناه شو تي في في مباشره مع زهير حول دعم جمعيات المجتمع المدني وكيفيات كيفاش الجمعيات ما بقاوش كيستافدوا وعلاش ما بقاوش كيستافدوا. هنا السؤال مطروح على رؤساء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية، لماذا تم تقبير أو تم إلغاء دعم الجمعيات في بعض الجماعات المحلية سيدي بن نور كنموذج؟ كما قلنا مثلا سيدي بن نور عندنا مركز دياليز، عندنا مركز ديال دار الأمومة، عندنا مركز ديال الاطفال، ما لقيش دعم. يعني كون لقين دعم غادي يخدموا اكثر، خصوصا مركز كما قلنا مركز ديال الدياليز، مركز الامل في الدم اللي عنده خصاص كبير 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 في الماديات. الناس كتعاني، كنتمنوا من الفعاليات المجتمع المدني والاعياد ديال البلاد والجماعات التابعه لاقليم سيدي بن نور انهم يحاولوا انهم يساندوا هذا المركز هذا وهذه الجمعيه هذه، لانها كتقوم بدور كبير 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 يعني كذلك. اللي كما كتعرفوا ان المركز ان الناس كيدو الدياليز راه صعيب بزاف. كذلك الجمعيات الرياضيه للاسف ما كاينش واحد الدعم الجمعيات الرياضيه. مثلا كما نقولوا جمعيه انوار القريه اللي حققت الصعود هذا العام 0 درهم، فريق فتح سيدي بن نور اللي تو الدعم ما كافيهش، فريق امل سيدي بن نور كذلك اللي ما كيستافدش من الدعم. كاين بعض الوعود لكن لا تطبق في الواقع. لهذا هناك بعض اللوبيات وبعض الاشخاص اللي داروا جمعيات ديالهم وكيدوزوا داكشي بيناتهم. كنت كنتمنى انني نحضر لشي دوره ديال المجلس الجماعي لمدينه سيدي بن نور وانهم في الدوره ديالهم يبرمجوا ولو جزء بسيط من المداخيل ديال الجماعه الجمعيات. للاسف علاش الله اعلم. كنتمنى ان يلتفتوا الجمعيات ويحاولوا انهم يدعموهم ويريحوا معهم سير الطابل ويعطيهم، لان راه كاين مشاريع وكاين مهرجانات كاين ملتقيات اللي كتهز المدينه وكتحرك المدينه. راه كاين مهرجانات وكاين ملتقيات اللي تيحركوا المدينه، لان بفضل الجمعيات غيتحرك حتى المدينه. ملي كتولي جمعيه دايره ملتقى ديال السينما، ملتقى ديال الفن، ملتقى ديال هذا، ملتقى ديال هذا، مهرجان هذا، كتكون واحد الاكتيفيتي في المدينه، كتكون واحد الحركيه، كيكون رواج، كيكون تجاره، كتكون بزاف ديال الحوايج. للاسف غياب تام من هذا الشيء. وانا كما قلت لكم على مدينه سيدي بن نور كنموذج، كنتاسف اننا ما عندنا المهرجان لا ديال الفكاهه لا ديال الغناء لا ديال هذه لا ملتقى لا ديك لا يخليك والو. ملي كتجي تهضر كيقول لكم فين هو الدعم، باش غادي ندير لك هذا المهرجان؟ حتى لي سبونسور هنا ما كاينينش، حتى الشركات ما كاينينش، كوزيمار ما كي درهم ما كيعطيهاش للجمعيات، كيعطي غير الخنز والريحه والتلوث. كنتمنى من عامل صاحب جلالة عليك المسيدي بن نور انه التفت لهاد الجمعيات، خصوصا غادي نهضر مثلا على جمعية الصم والبكم، جمعية تكافل اللي تابعة لجماعة العطاطرة اللي وكيقرا فيها ولاد سيدي بن نور، فيها اطفال معاقين ذهنيا والتوحد و ثلاثي الصبغي، ما كيستافدوش حتى ما كيستافدوش الا من الدعم ديال الجماعه ديال العطاطره. شي جهه اخرى ما كتدعمهمش وكيعانيو. وداك المركز ديال رئيس الجمعيه هو اللي متبرع به. وعلاش؟ لانه تو عنده الابن ديالو من ذوي الاعاقه ديال الصم والبكم، وهو الياس بوي
بطل العالم في السباحة جوج المرات، بطل مغربي عدة بطولات وطنية عربية، وكذلك كما حاصل على الميدالية الذهبية بطولة العالم. يعني باش كدي أن ولد من سيدي بنور يشارك في بطولة العالم في السباحة في أبو ظبي ويجيبك جوج الميداليات، ونهار اللي كيجي سيدي بنور المجلس البلدي ولو درهم ولو التفاتة ولو شهادة تقديرية تعطات من طرف المسؤولين من المجلس البلدي، إلا الحفل التكريم اللي داروا ليه الأب ديالو بالفندق، وشكرا لأصحاب فندق الثانية على التعاون ديالهم، كذلك الاستقبال ديالو من طرف السيد عامل صاحب جلالة على إقليم سيدي بنور وسيد الباشا اللي كذلك أعطوا واحد الدعم ودعم مادي ومعنوي. مهم المجلس الحضاري للأسف غياب تام، ولهذا كنلتمسوا من الجمعيات أنهم يقدموا برامج في المستوى الجامعة، وإلا ما بغاش تعطيك الدعم حاول أنك ترفع كاع دعوة قضائية بهم، لاش اللي كيتهربوا من الدعم ديال الجمعيات، راه من العيب ومن العار انك تهرب من الدعم ديال الجمعيات، هو ديك فلوس ديال الدوله ماشي ديالك. حاول، وكنقولوا حنايا انت نهار اللي كتجي انتخابات برنامج كذا الثقافه الفن الرياضه كذا كذا، لكن للاسف ان الجمعيات ما كتاخذش الدعم. علاش؟ احنا مثلا كنا سيدي بنور مثلا راه عندها اكبر سوق في المغرب، مداخيل هائله من غير الضرائب من غير هذه، على الاقل يكون عندنا واحد المهرجان السنوي اللي ساير البلاد. تحياتي خويا يوسف ملاس رئيس ديال الجمعيه ديال الموسيقى بسيد اسماعيل، راه قدر هو يقول لنا على الوضع. رايك للاسف ما كاينش دعم، ما كاينش واش دير شي حاجه، ديرها من جيبك وخذ سير طلب عند هذا 1000 ريال غادي يعطيك 500 درهم، غادي يعطيك 300 درهم، غادي يعطيك 400 درهم، واحد يقول لك شفار، واحد يقول لك ما غاديرش ولا كذا، وإلا عطاك واحد 500 درهم خاصك تجي ولدك الناشط وتبقى تطبر وتغيط ليه، وكنشكروا الأستاذ الكبير المحترم الذي دعمنا وكذا، هو راه عطيك 500 درهم وبنفخة وكون صاب ما يعطيهاش لك. حنا تنطالبوا الناس المختصة أن تساهم ولو بقليل مع هذه الجمعيات هذو، لأن من العيب والعار أنك تهمش الشباب. راه هذا هو المشكل، أن الشباب ما عادوش فين يبدع، ما عادوش فين يعطي الإبداع ديالو، وراه هو باش كيولي يفكر في الإدبان. تخيل معايا أن مثلا عندنا غير خمسة الجمعيات مثلا في سيدي بنور كيديروا مهرجانات، كيديروا خمس يعني خمسة، عندك خمسة الأنشطة في العام، يعني خمسة في العام، كل شهرين أو كل 3 شهور غادي لنا نشاط ملتقى. أنت عفوا أنت خلقتي واحد الأكتيفيتي في المدينة، أنت درتي شي حاجة اللي زوينة في بلاصة أخرى، يعني كما غادي نقولوا درتي شباب جبتيهم داروا واحد النشاط وفرحوا وكذا، وهذيك 3 شهور والعام كامل غيبقى يريبيتي، غيبقى يهيئ وكذا، هذه المهرجان عاد غيبداو اشياء اخرى، وغيدير السينما، غيدير لهم في الموسيقى في الفكاهه، غتشغل ليا انت الشباب. ملي كندير مثلا مهرجان في الفكاهه راه هاد المجموعه ديال الشباب غادي تهيئ السنه المقبله، بحال ستانداب دابا برامج الفكاهه اللي كيديروا العام كامل، الدري تيوجد في الموسيقى العام كامل، وتيوجد في الغناء العام كامل، وتيوجد كي ريبيتي راه كاين مهرجان خاصني نشارك في العام الجاي، ولا خاصني نديها وخاصني ندير رتبه وكذا وكذا. عندك مثلا انا ملي كنت كندير مهرجان ديال الشعر والزجل بسيدي بنور، درنا الدوره الاولى، درنا فيها مسابقه درع الشباب، يعني هذوك الشباب اللي شاركوا معنا في الدوره الاولى العام كامل هما تيهيئوا قصائد ديالهم وتيقلقيو وكيمشي من هنايا المهرجان وتيقرا وتيشارك باش يطلع النيفو ديالو باش العام الجاي يشارك. وعلى سبيل الذكر ان الشاب من مدينه سيدي بنور
اللي كان فاز السنة الأولى برتبة ثالثة في صنف الزجل، السنة المقبلة يتجاهل ضربة المتحول من سلبة نور السنة شارك واحتل الرتبة الأولى، وكانت منافسة قوية. وكذلك اللي كان فاز في صنف الشعر ابن مدينة سيدي بن نور في الدورة الثالثة، يعني وخا خدم في الدورة الثانية حتى الرتبة الثانية، والرتبة الأولى احتلتها مدينة تطوان، وكانت مسابقة وطنية. وكان واحد الخمس، كانت عندنا واحد في المجموع شاركت تقريبا واحد 45 بين 40 45 مشارك في الإقصائيات، اختارنا منها 10 في الزجل و10 في الشعر تنافسوا، وكيبقى كتبقى خدام العام كامل. كذلك في الموسيقى مثلا درنا هذا العام مهرجان، وكان في المستوى وكان في الدعم وكذا وكذا، وفي حد في حد التحفيزات. كتبقى نتايا العام الجيش غدير كتمشي كتبقى تشير غتبقى تريبيتي وتغني وتقلب الاغاني وكذا وهذا، وتوصل العام الجاي كتلقى راسك راك وصلتي واحد المستوى باش تشارك في الفكاهه كذلك. لكن للاسف ما كاينش هاد الحوايج، لان علاش غياب الدعم للجمعيات؟ ما كاينش واحد الدعم ديال الجمعيات اللي غتنتايا باش غتستافد من الدعم ديالو ودينا مهرجان وتنقد لنا الشباب. دابا الشباب كيقول لك، كتقول لك واش اش غنمشي ندير انا في دار الشباب؟ اش فيها؟ ما كاين لا والو، لا يديك لا يخليك. ولا حتى عزوف الشباب عن دور الشباب وعن المراك على دور الثقافه. للاسف الشديد راه لا كان الدعم ديال الجمعيات غيكون. مثلا انا غنعطيكم غير مثلا اللي راه كيت راه متابع الان، اخ يوسف ملاس اللي تنعرفوه فنان شعبي وكذا، ها هو عنده جمعيه ديال الموسيقى، باغي يدير مهرجان في زاويه سي اسماعيل. الا كان غادي يدير مهرجان ديال الموسيقى يقدر يدير مهرجان ديال الموسيقى ويدير فيه الشباب، ويطلع لنا واحد 30 شاب من ديك الزاويه، وغيشاركوا دراري من سيدي بن نور، وغيشاركوا دراري من جديده. ولكن ما للاسف ما كاينش الدعم، ما كاين حتى شي حاجه. حشومه. هذه رساله نوجهها للناس المهتمين بالشان المحلي وبالشان الجمعوي. كما قال اسف الجمعيه كتبغي تخدم كي دائما كيتم الاقصاء. اكيد خويا من لازم غيتم الاقصاء ديالي، لانك غديري واحد البيجي، غديري واحد البيجي ديال 5 مليون في العام ولا 6 مليون في العام ديال المهرجان، راه ماشي شي واحد. العام الجاي غطالب اكثر، العام الاول غد كتغامر مثلا بواحد 10000 درهم العام الجاي، ولكن من بعد كتولي للاسف لا حول ولا قوه الا بالله. اللي كنتمنى ان شاء الله، انا تنقولوا كنتحمل المسؤوليه ديالها بالنسبه للجنه الثقافيه والرياضيه من مدينه سيدي بن نور. علاش ديرينا؟ عندنا مثلا في المجلس داكشي دار واحد اللجنه الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه. فين هي الثقافيه؟ ما عمرنا شفنا، كاينه شفناها غير بالسميه لجنه كذا، كتراسها واحد الاستاذ اكس. وانا ذاك الاستاذ اللي متراس اللجنه الثقافيه نقدر نسميه كاع، انا ما عنديش مشكل. هو السي عبد الله ابو طالب، استاذ ومحامي وغيور على المدينه، تنقولها وتنعترف بها وخاص نقولها. استاذ عبد الله ابو طالب هو رئيس جمعيه، رئيس اللجنه الثقافيه الاجتماعيه والرياضيه، هو رئيس اللجنه. ملي كتمشي عندو مسكين كيقول لك جيب الدوسين دفعو وكذا، وتعطيك من جيبو. انا تنشهد بها ان عبد الله ابو طالب رئيس اللجنه الثقافيه انه تيساهم من جيبه من رخاص، يقول لك انت انا كاينه كاين وانا من مالي الخاصك واحد 1000 درهم ولا هكا هادي وهادي، المهم تيعاونك من جيبه. يعني انا لا اعلم، بغيناش تعاونونا من جيوبكم، عطيونا دافعين على المشاريع. كيهضر حتى كيعيك يقول لك راه اللجنه، المهم انا هكا قسم الله وسير عاون براسك سيدي، وسير دير ودير، وسير جيب لي سيدي ونعطيكم، خاصكم شي حاجه نعطيكم، مرحبا. ها هو دابا تيساهم فريق فتح سيدي بن نور لكرة القدم مع الجمعيات. أتحدى شي جمعية مشات عندو معطاهاش من مالو الخاص،
احنا بغينا الجماعات يدعمونا والجماعات يعطيو الجمعيات الدعم ويساندوهم. ما بقى لي الان الا ان استودعكم الله في هذا الوقت. غدا تعطلنا اليوم بسبب حادث السير اللي كانت. موعدنا يوم غد ان شاء الله في موضوع اخر. ان شاء الله خويا يوسف مرحبا. فيدرالية راه مزيان فمازال حنا معاكم اسيدي. وقناه شوف تي في ستساندكم الى في اي حاجه. تحيه لكل المتابعين ديالنا عبر قناه شوف تي في. الى اللقاء في بث مباشر غدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله اللي غادي نطرقوا الموضوع المهم هو قطاع التصوير، قطاع ميدان التصوير بالمغرب اللي في حق قطاع ديال التصوير اللي غادي نناقشوا غدا. وغادي يكونوا فيه عدة فعاليات وعدة جمعيات، من بينهم غيكون معنا اتصال هاتفي مع الأخ عبد الباقي العراس رئيس الجمعية المهنية لقطاع التصوير بأربع محلات المختبرات التصوير بسيدي بن نور. غتكون كذلك عندنا لقاء اتصال مع الإخوان ديال الفيدرالية. غيكون غدا حلقة غادا تكون شيقة إن شاء الله اللي غادي نهضروا على القطاع ديال التصوير اللي غيكون نقاش مهم لانه توا اصبح متضرر من بزاف ديال الحوايج ابار قطاع الحفلات غير قطاع داخل المحلات اللي غادي يكون ان شاء الله موضوع شيق وموضوع يعني غيكون في النقاش. غيكون في كذلك اتصالات هاتفيه من جميع انحاء المملكه المغربيه لان غنحاولوا اننا نتواصلوا مع عده فعاليات كذلك مع الفيدراليه الوطنيه لارباب ومحلات ومختبرات التصوير بالمغرب اللي كنتمنوا ان غدا يكون ان شاء الله يكون تفاعل كثير 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 كثير. وغتابعونا كذلك في هذه الحلقه في حلقه شيقه غدا. دمتم في رعايه الله والى اللقاء في بث مباشر اخر.